ضيفنا العزيز في حلقه اليوم يا ابو حميد. ازيك؟ حميد برحب بيك وببقى مبسوط بقى انا معاك. انت عارف يعني بكل تاكيد والله ربنا يخليك. كله زي الفل الحمد لله كله تمام. ملفات كتير هنتكلم فيها، لكن الاهم طبعا خلال الفتره الحاليه هو الحديث عن مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك، وعايز اتكلم معاك بالتحديد عن هذه المباراه وتوقعاتك ورؤيتك ليها. بتشوفها ازاي؟ شوف المباراه بعد مباراه الزمالك والترجي بالنسبه لي انا كتقييم ليها بقت صعبه. ليه؟ لانه الزمالك كان رايح المباراه مش بنفس القوه مش بنفس الباور، انه انت ماشي في الدوري مش كويس، الدوافع عندك كبيره ان انت تكسب السوبر، لكن انه السوبر المصري، لكن انت تروح تكسب الترجي وماتش كان الكل بيراهن ان انت ممكن ما تقدمش فيه نتيجه، فبالتالي اصبح الدوافع عند الزمالك كبيره جدا ان هو يقابل الاهلي اللي هو متزعم الدوري وماشي كويس جدا مع فايلر، فبالتالي الامور انا شايفها متعقده. شايف انه المباراه اقامتها المره الثالثه في الامارات برضو شيء، اللعيبه خلاص خدت على الاجواء هناك، مش هقول بقى ان احنا بره ارضنا وكده، لانه الجمهور اللي بقى موجود اهلي وزمالك بالظبط، ولكن جمهور مصري بالظبط جمهور مصري معظمه، ولكن الفيصل في الامور دي كلها هيبقى انه من خارج الخطوط. يعني انا شايف انه الاداره الفنيه سواء للاهلي سواء فايلر او كارتيرون هم العوامل او الورق اللي هيلعبوا بيه، والتغييرات اللي هو هيقدر يلعب بيها هي اللي هتاثر على مجريات المباراه كلها. شخصيات اللعيبه، بعض شخصيات اللعيبه هتفرق جدا، لانه المباراه دي بتخلص ممكن تلاقيها خلصت بفاول، بضربه جزاء، بضربه ركنيه بالظبط، ففي شخصيات لعيبه معينه تقدر تصنع الفارق سواء هنا او هنا يقدروا يعملوا دوت. ولكن وجهه نظر المباراه 50-50، لانه انا زي ما بقول لك انه الاهلي عنده دوافع كتير جدا ان هو ياخد البطوله دي ويحافظ 50 على 50-50 تحديدا بعد فوز الزمالك على الترجي. بعد فوز الزمالك على الترجي، لانه قبل فوز الزمالك على الترجي انا كنت شايف ان حظوظ الاهلي اكبر جدا، ولكن انت رايح وكسبان سوبر افريقيا، كسبان الترجي بطل دوري ابطال افريقيا، فاذا الامور او العامل النفسي شويه هيختلف مع لعيبه نادي الزمالك. العامل النفسي طبيعي موجود عند مردوده الايجابي عند النادي الاهلي من النتائج اللي بيقدموها وبيعملوها مع فايلر والارقام القياسيه اللي بيعملوها، ولكن برضو انا مؤمن بحاجه مهمه جدا، ان كل مباراه ليها ظروفها حسب حاله اللعيبه. ممكن تبقى حاله اللعيبه مثلا سواء هنا او هنا في المباراه دي مش موفقه، او حاله اللعيبه موفقه، مش يومك يعني، ممكن مش يومك بالظبط، يعني ما مش يومك في الكوره، فبالتالي ده بيفرق جدا سلبيا على الفرقه. اعتقد انه العوامل دي كلها والجهاز الفني اللي هيقدر يهيئ لعيبته نفسيا في الماتشات اللي زي دي دايما الروح هي اهم من اي حاجه، لانه تقدر اللي عنده روح انت خلاص مهيئه نفسيا. بيعجبني جدا احمد فتحي بيعوض عامل سنه الكبير، وبعض اللعيبه كتير جدا بحبهم في الدوري المصري بيعوض عامل السن بحته الروح. يعني اتفرجنا على احمد فتحي، كنت موجود في المباراه في ماتش الاهلي وبيراميدز، بشوفه واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه، الجو برد جدا، بينزل تاكلنج على الارض وبتاع، انت وهو بينزل على الارض بتحس انت بتعب في جسمك، يعني انت قاعد بره بتتفرج فحاسس ازاي بيعمل كده ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. فاعتقد انه اللعيبه دي هي اللي هتصنع الفرق في المباراه اللي زي دي. الخبرات برضو هيبقى ليها عامل كبير جدا في حسم الامور، اللي هيقفل على فريقه كويس هو اللي هيقدر يحسم المباراه. تتوقع بالتالي ان احمد فتحي يكون متواجد بشكل اساسي في هذه المباراه كخبره وجمهور؟ واتوقع ان احمد يبقى موجود، ما مش هيدفع محمد هاني قدام العدد الكبير ده من الجمهور، مع ان محمد هاني يعملها ولاعيب هايل جدا وهياخد فرصته وهيبقى المكان ده بتاعه، ولكن الدفع باحمد فتحي بيديك حلول كتير، مش شرط دفاعيه ان هو بيامن لك دفاعي، بالعكس بيديك اريحيه من الحته اللي قدام الناس كلها بتاخد راحتها، لان احمد فتحي بيقفل جبهه كبيره جدا. احمد فتحي ومحمد هاني هم عكس بعض، انا شايف انه احمد فتحي دفاعيا قوي جدا، تمام، في الناحيه الهجوميه بيعملها صح، ما بيطلع الكره بيطلعها صح، ممكن ما يوصلش لخط المرمى الثاني، لكن محمد هاني هو شغال بلغه الكره طياره على الخط. في اسلوب محمد هاني برضه بتبقى النسبه 70-30 في الحاله بتاعته، لكن احمد فتحي بيديك اللي انت عايزه بالظبط، بس اهم نقطه ان هو بيامن الناحيه الدفاعيه بتاعتك. فالناحيه الهجوميه اللي عندك سواء وليد سليمان او اي حد موجود في الحته دي بيقدر ان هو يشتغل بارتياحيه ورا احمد فتحي، يعني اعتقد ان احمد فتحي هو اللي يبقى موجود في المباراه دي. بما اننا اتكلمنا عن التشكيل شويه، مثلا تتوقع بايه تشكيل النادي الاهلي ايه، خصوصا في ظل التغييرات العديده اللي بيعملها مستر فايلر في التشكيل في كل مباراه؟ يعني ولا تقدرش مستحيل ان انا اتوقع تشكيل مستحيل ان اتوقع تشكيل النادي الاهلي، لان انا قلت لك في المباريات اللي زي دي ورقه او ورقتين لازم هيتغيروا، ده طبيعي، ما نقدرش ورقه او اتنين بالظبط. ليه بقى هيغير؟ لان هو الحسابات هنا، مين اللي هيبقى معايا على الدكه، مين اللي هيلعب من الاول، طب اخلص كل واحد ليه استراتيجيه، انا اخلص اجيب جول من الاول اخطف وانام عليه بلغه الكوره، او ان انا دي لقطات من وصول بعثه النادي الاهلي، لقطات خاصه بالقناه عندنا طبعا، ورمضان طبعا، رمضان موجود مثلا بنتكلم عن الناحيه النفسيه، متاكد ان رمضان ما يبداش اساسي لانه راجع من اصابه ولسه ما لعبش، فاعتقد ان جهاز هيحافظ عليه، لكن نفسيا وجود رمضان على الدكه، نفسيا لو انت محتاج من رمضان نص ساعه هيقدر يديها لك طبعا.
الحاجات دي مهمه جدا يعني. ده امر غايه في الاهميه. في المقابل نادي الزمالك التشكيل بتاعه هيكون ثابت للعب مباراه مثلا الترجي؟ مش هيقدر يغير على الترجي الا اذا كان في اجهادات، او لانه برضو في عامل سلبي جدا على انه الزمالك رجع من قطر على مصر، ومن مصر على هيسافر على الامارات، فمع لعب مباراه قويه جدا ده ممكن يبقى ليه مردود عضلي سيء شويه او سلبي عند لعيبه، عند بعض لعيبه نادي الزمالك. تمام. ده ممكن يخلي الراجل يغير شويه في فكره، وهو دايما كارتيرون بيغير شويه في فكره في اللعيبه. لكن كفرقه خلاص اللي انا ماتش الزمالك الحاجه الايجابيه المهمه فيه قبل ماتش السوبر ان هم الثقه، يعني رجعت لهم الثقه معنويا يعني. معنويا، واعتقد ان ده اللي هيتقل ماتش السوبر المصري يعني. طيب ده فيما يتعلق بالمباراه، واللي ليها جوانب اخرى كتير جدا. يعني مثلا عايز اتكلم معاك شويه عن كهربا وتالقه في المباراه الاخيره امام المصري. ممكن كهربا يبتدي كاساسي من وجهه نظرك ولا صعب شويه؟ هو ورقه رابحه في الاول كهربا اعتقد، وهو مش اول مباراه بين الاهلي والزمالك، وخصوصا انتقاله من الاهلي هنا، فاعتقد ان هو حسب سير المباراه وحسب نتيجتها في مدرب ممكن يجازف. اتوقع فايلر ان هو يحافظ عليه وبحيث ان هو ينزله ياخد منه اللي هو عايزه في الوقت المناسب، يعني لانه كهربا انت عارف طبيعه الجمهور المصري ما عندوش ثقافه الاحتراف ان ده يروح هنا وده يجي هنا. فممكن ان هو يجنبه بعض الامور في بدايه المباراه لحين رؤيه نتيجه المباراه، وفي الاول وفي الاخر ان هو القرار هيبقى ليه. لكن انا وجهه نظري كهربا يبدا يقعد، هو في كل الحالات مفيد جدا للنادي الاهلي طبعا. في كل الحالات هو عامل فرق كبير جدا، بالعكس هو هيبدا باساس الفتره اللي جايه حتى لو مش مباراه الزمالك هيبقى اساسي، لانه بيقدم مردود طيب جدا كهربا، وهو لعيب من احد الاعمده في الكره المصريه يعني من وجهه نظري. طب انا عايز اطمن من خلالك على الجوانب التنظيميه الخاصه بهذه المباراه. شوف الجوانب التنظيميه الخاصه، هو التنظيم طبعا اتحاد الكوره وكان متفق عليه مع مجلس ابو ظبي، هم هيبقوا مسؤولين عن التنظيم. كل الامور تمت على ما يرام. معظم التذاكر النادي الاهلي اتباعت، بعضها قليل لسه من نادي الزمالك ما اتباعش، ولكن اعتقد ما فيش مشكله في التذاكر. مفيش مشكله، بص احنا بنختلق المشاكل، واحنا اللي عايز اقول لك على حاجه، اللي عايز يحضر ماتش يحضر، اللي مش عايز ما يحضرش. الناس عماله تتكلم، دي الكوره في الاول وفي الاخر متعه يعني. ما احنا شفنا الجمهور بيساند الزمالك مع الترجي، بنشوف الجمهور بيساند. بس معلش يا احمد اقطعك ثانيه واحده، دي لقطات وصول اتوبيس النادي الاهلي فندق الاقامه، نقلا طبعا عن قناه ابو ظبي منذ قليل تحديدا. وطبعا احنا عايزين نشكر قناه ابو ظبي على التغطيه الحياديه المميزه جدا جدا بخصوص مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك يعني. فدي لقطات حاليه بخصوص، او من دقيقه قليله جدا، بخصوص بعثه وصول بعثه النادي الاهلي مقر الاقامه. اتفضل يعني. طبعا انا بضم صوتك، بشكر قناه ابو ظبي على اللي بتعمله، وعلى من الناحيه الاماراتي الجانب الاماراتي كله بصراحه طبعا 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 مع الجانب المصري بيعملوا شغل هايل بالنسبه لنا. كنا بنتكلم انه التنظيم هي، انا بس يعني حابب اروح لنقطه ثانيه في موضوع التنظيم. اتفضل. وخصوصا يا احمد انت كنت فاكر دخلت معايا مداخله مره واتكلمنا بخصوص ان المباراه كانت ممكن تتلغي لان في مشاكل ما بين، ده حقيقي ده حقيقي، نوضح برضو ووضحت الامور، لانه كان في خلاف بين الشركه الراعيه وبين اتحاد الكوره، انه اتحاد الكوره ليه حقوق، الشركه الراعيه ليها حقوق. اتحاد الكوره حقوقه بتتمثل في ان انا اللي بعت تذاكر وكان اخذ فلوسها يعني اتحاد الكوره، انه انا المسؤول عن التنظيم، مسؤول عن اختيار مكان المباراه، الشركه الراعيه ليها حق البث التلفزيوني والاعلانات. كان حصل خلاف، ولكن عايز اقول لك انه بعد اتحاد الكوره ما باع الدعوات ب 3 مليون درهم اقتص منها جزء بعد خلافه مع الشركه الراعيه ومنحه للشركه الراعيه، بالرغم ان هو تمسكهم ببند انه حقهم طبعا ان بيع التذاكر حق الاتحاد الكوره حق اصيل طبقا للتعاقد. تمام. لكن ده ما كانش بيحصل. لما حصل ازمه ومشكله اقتصوا نصها يعني وادوها للشركه. مين اللي كان عنده حق يعني؟ ما هو الموضوع مش مين كان عنده حق، الموضوع كان بيمشي. بص طبقا للعقود يعني، طبقا للعقود. نفس العقود دي ما اتغيرتش. بس مجالس الادارات اتغيرت سواء في الشركه الراعيه او في اتحاد الكوره. فالبنود هي، ولكن الخلاف بقى حول تطبيق هذه البنود كان بيختلف من مجلس لمجلس. طبعا. انه ده حقك ده حقي، ان انا متساهل هنا شويه، ان انا هنا متصالح شويه. اعتقد اللجنه كانت حازمه شويه، في اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره ان هي حازمه تاخد كل الحقوق. ولكن تراجعت شويه لما حصل الازمه يوم ما اتكلمنا في المداخله. انا بس يعز عليا انه نلعب مباراه يوم 20 يوم 20 الشهر دوت مع الزمالك مع الاهلي بحضور 29 او 30 الف مشجع. مفترض لو لعبنا القمه ده، لو يعني هنلعبها ب 30 مشجع يعني. ده قصدك مباراه القمه بتاعت الدوري يعني. بتاعت الدوري. انا حابب اعلق هنا تعليق انه بص، مباراه الاهلي والزمالك دي الفرح بتاع الدوري المصري طبعا. ما ينفعش ان انا اجي في الفرح وابوظه يعني. كل فرح بيتعمل لازم يتعمل عليه مشكله، لازم ماتش كوره ده. ده هو ده الكريز بتاعت الليله كلها، لازم الناس كلها تتمتع، لازم الجمهور. احنا كنا القمه الاولى في الشرق الاوسط والوطن العربي وافريقيا. اعتقد ان احنا ممكن نكون وصلنا للقمه السادسه او السابعه.
مش تقليل من الاهلي والزمالك، ولكن تقليل من المنتج اللي بنصدره للناس بره، سواء بتأجير تأجير كل فتره بعدم حضور الجماهير هنا في مصر. من الاول خالص طبيعي انه الناس كلها عارفه انه ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب يوم 20 تمام، اللي هو بتاع السوبر ماتش. مش بدافع عن حد ولا بتكلم على حد، ولكن طبيعي الناس كلها عارفه انه ماتش سان داونز والترجي مع الاهلي والزمالك برضو يوم 28 ويوم 29. انا لما اكون مسؤول معين في مكان ما واجلت للاهلي والزمالك ماتش انبي وماتش المصري في الدوري قبل 3 4 ايام من الجوله الاخيره من المجموعه، ما هي نفس دوري الابطال يعني، انا اجل في دور يعني اقل نسبيا من الدور اللي بعديه واجي على ماتش قمه، هيتاجل المباراه هتتاجل. ما هو بص هقول لك، خلينا نحط النقط على الحروف. اذا لم تاجل المباراه الزمالك مش هيلعب الماتش مبدئيا. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. انت هنا هتلعب يوم 24 وهتلعب يوم 28 الزمالك، فرق 4 ايام يعني. تمام. الاهلي هيلعب يوم 29، فرق 5 ايام. ما بتكلمش على الفرق لانه الفرق هم الاثنين جايين من سفر ومش فرق كبير، ولكن ده في عرف كره القدم اليوم بيفرق يعني. تمام. بس انت ليه عملت الماتش في الوقت دوت؟ ومش بقول ان انا مش بطالب انه يتاجل على فكره، انت عايزه يتلعب. انا عايزه يتلعب، ولكن طالما انه احنا ماشيين على خط وبنسيب خط فخلاص انا شايف مصلحه للكره المصريه، بدل ما نطلع وانا بقول لكم من دلوقتي هنطلع نقول مصلحه للكره المصريه وعشان الانديه اللي مشاركه هناجل المباراه. فكان من الاولى انه ان احنا نعمل دوت، كان من الاولى رفع الحرج عننا كاداره للكره المصريه، انه ما ينفعش اعمل فرح بالمعازيم دي كلها في بلد تانية واجي هنا اعمل الفرح من غير معازيم. ده اللي انا عايز اوصلك ليه. ما ينفعش، لانه خلاص الناس كلها يا جماعه للمره المليون الجمهور لازم يكون متواجد طبعا، والجمهور بيبقى متواجد بيشجع والجمهور عليه عبء وعليه عامل كبير جدا. بس احنا نقدر نأمن اي حاجه يعني في احنا الحاجة. احنا طبعا. احنا عملنا بطولتين يعني بينضرب بيهم المثل أكيد. الناس بتاخد راينا النهارده في الكاف انه هل الدوله المصريه محتاجه تنظم دوري الابطال او الكونفدراليه يعني، اذا لم يكن ان احنا بيبقى عايزين ننظم بالظبط تخرج بالشكل اللي دايما بيخرج. مقر الكاف مستمر في القاهره ومكمل الدنيا عندنا خلاص، ليه بقى احنا العراقيل دي فين؟ ما احنا بنعمل وبننظم ما بيحصلش اي مشاكل والتذاكر بتتعمل وتذكرتي خلاص. عايزين نمشي، عايزين نجري مع الناس بقى. الناس احنا ايه، احنا كنا راكبين معاهم الطياره عمالين ننزل ونركب حاجات تانية بتمشي براحتها، فخلاص هنفضل لحد ما نمشي على الارض يعني. طيب جزئيه تاجيل المباراه، لو مثلا نادي زي نادي الزمالك طلب تاجيل المباراه والاهلي ما طلبش، والاهلي مش هيطلب برضه عشان تبقى عارف المعلومه دي، ايه الوضع هيبقى ايه؟ اتحاد الكره هيتصرف ازاي؟ اتحاد الكره هيشترط انه يبقى خطاب مكتوب من الناديين لتاجيل المباراه اولا في كل الاحوال. لازم الناديين في كل الاحوال، لان هو اتحاد الكره احنا عارفين انه الاهلي او الزمالك مش ده في العالم كله، ولكن هم الاقوى على الورق وفعليا من اتحاد الكوره، فبالتالي اتحاد الكوره بيتعامل بحرص مع الناديين خشيه بقى الجمهور الاعلام الدنيا. ده مش صح برضه، ولكن أكيد مش صح. ولكن خلاص انتوا هم ارتضوا الوضع دوت. انا شايف انه لو الاهلي برضه رفض هيبقى في حلول وسط يعني. ازاي؟ ان هو الماتش يتاجل، لانه ايه الحل الوسط في كده ان الماتش يتاجل؟ ما فيش حل وسط. انت دلوقتي بتقول لازم الاثنين يخاطبوا اتحاد الكره بطلب التاجيل بالظبط، الاهلي والزمالك. الزمالك هيطلب طبقا للكلام اللي خارج من مسؤولي نادي الزمالك، الاهلي مش هيطلب طبقا للكلام برضو اللي خارج مثلا من كابتن سعيد عبد الحفيظ امبارح كان ليه تصريحات اعلاميه. فالحل هيبقى ايه في التوقيت ده؟ خليني اقول لك ان نتيجه ماتش السوبر هيبقى لها عوامل كبير جدا. طب اديني نتائج مباراه السوبر والحلول اللي ممكن تحصل لو مثلا الاهلي كسب او الزمالك، يعني ايه النتائج؟ اعتقد انه الزمالك لو كسب المباراه هو برضو مش هتفرق معاه قوي يتمسك بالتاجيل او لا، كده كده الدوري رايح منه يعني. تمام. الاهلي برضو لو كسب ممكن يبقى فيه مرونه شويه، انا شايف ان هو يبقى فيه مرونه ان هو ياجل المباراه دي، خصوصا ان هو هيبقى اصل المباراه انت طالع مباراه برضو تقيله، اهلي وزمالك تقيله، اهلي وزمالك مهما كانت اتقل من الدوري كفايه الشحن الذهني والعصبي طبعا، اتقل من اي مباراه ثانيه يعني. اكيد هتاخد لها اربع خمس ايام اللعيبه بس تعمل ابديت. انا دلوقتي سؤالي واضح يا لو الزمالك طلب او الزمالك طلب اوريدي، هو الزمالك طلب فعلا اوكي والاهلي ما طلبش تمام، وانت بتقولي لازم الفرقتين يطلبوا ان هم ياجلوا المباراه، الحل هيبقى ايه في التوقيت ده؟ اتحاد الكره هيتعامل ازاي؟ قاعده بقى والوزير يتدخل ونفس الموال بتاع كل سنه وتتاجل في الاخر برضو، او ملهاش حل غير كده يعني. هم واخدين قرار ان هي تتاجل. مين هم اللي واخدين قرار؟ اتحاد الكره عنده النيه خلاص ان هي تتاجل. طب ما هو اعلن من كام يوم ان المباراه في عدن. طب ما كل حاجه بتتعلن ما بتتمش وبتتغير بقى. لا كل حاجه، وانت ما الفار قالوا ان هو يتطبق في بدايه الدور الثاني، وانا شايف ان الفار هيتطبق، ولكن
في مشاكل كتير جدا لسه في الفار. وانا من عندك من هنا بنوه وبنبه وبقول انه يا جماعه ما ينفعش نسلق اي حاجه بنعملها. نسلق شايف ان هم متسرعين في تطبيق التقنيه. سلق بيتعمل في تطبيق تقنيه الفار. انتوا كلجنه محترمه قلتوا هتطبقوا الفار، وده احنا مجهود بنشكركم عليه. تمام. لكن انك تطبق تقنيه الفيديو برخص ل 27 حكم مصري منهم حكام لم تدير مباريات في الدوري المصري اصلا ولا الناس كلها اصحابنا وحبايبنا، لكن لما تبقى قايمه فيها مبدئيه جايه من الاتحاد الافريقي فيها 18 او 19 اسم انه يبقى فيها مش هجوم على حد، ولكن بنوضح طبعا الموضوع مبني على اسس غير سليمه. الاسس السليمه اللي بيتبعها الاتحاد الدولي انه التطبيق العملي دوت عشان انا اطبق عملي، ما اجيش اطبق في ماتش مع احترامي كل الانديه فاركو بلديه المحله ماتش ودي على استاد القاهره العب بثلاث اشواط من ثلث ساعه. لا، التطبيق العملي دوت ان انا بين الدوريين اعمل دوره وديه لبعض الانديه الدوري الممتاز اللي عايزه تلعب دوره وديه بعيدا عن الاهلي والزمالك وابدا اطبق التقنيه. طب احنا ما عندناش وقت بين الدورين اصلا. بين الدوريين. الدوريين. بين الدوريين. الدوريين. ما ينفع دلوقتي هو مش مشكوره اللجنه جابت الفار، خلاص جه الفار والاجهزه وقرض تمويلي، وخد بالك انه القرض التمويلي اللي هو قرض اسمه قرض تاجير تمويلي. انه تكلفه الفار في الست شهور 700,000 يورو وكمان ثلاث سنين ب 4 مليون يورو، يعني بنتكلم في 5 مليون دولار، بنتكلم في 90 مليون جنيه. دي ديون على اتحاد الكره الحين حاله الامر لك. خليني اقول لك انه هيحصل مشاكل وازمات في حقوق الرعايه وتعارض بين الشركه الراعيه الفار والشركه الراعيه لاتحاد الكوره، ده كله لسه قدام شويه هنقراه قدام شويه. ولكن بعض الحكام بيتواصلوا معايا وزعلان جدا. من ايه؟ انه بدون ذكر اسماء الحكام اللي بيتواصلوا، انه امير زعلان انا ازاي ما اكونش موجود في القائمه بتاعه الحكام اللي خدت الرخصه وانا حكم دوري ممتاز في الوقت اللي موجود خالد جمال الغندور. بيتم اختيارهم على اساس ايه طيب؟ ما انا بقول لك الاسماء اهو. خالد جمال الغندور. في الوقت اللي موجود عمرو احمد الشناوي. اصبح انه انت هنا قبل ما تنجح التقنيه انت بتهدها وتهمدها بنوع من انواع عدم العداله يعني. فنوع من انواع عدم العداله الحكم ما يقدرش يطلع يتكلم. بالظبط. ليه ما يقدرش يطلع يتكلم؟ لانك مباشره حضرتك قبل ارسال القائمه بايام اصدرار وقلت انه اللي هيطلع يتكلم على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا هيبقى موقوف زي ما حصل مع جهاد جريشه. وطبقت ده على اكبر حكم عندنا في القاره او في مصر وكان بيشرفنا الحكم جهاد جريشه. انا مش بدافع عن الحكام على قد ما هو بنديهم حقهم، هم بيخطئوا. تساؤلات كلها منطقيه الحقيقه. بالظبط. يعني حد يطلع يرد ليه الناس دي والناس دي ما لعبتش دوري ممتاز؟ يعني الناس دي ما لعبتش دوري ممتاز، لعبت كاس مصر. ما قدرتش ولا مباراه في الدوري الممتاز. لعبت كاس مصر مباريات مثلا هنا مع المصري. اعتقد محتاجين وقفه كبيره جدا عند الفار. وانا بنبه وخليك فاكر ان احنا هنتقابل قريب انه اذا تطبق الفار في يوم واحد ثلاث مرات محتاج 12 كاميرا في كل مباراه. هو قال لك الحد الادنى ست كاميرات. ست كاميرات. الحد الادنى دوت لو اتعمل ست كاميرات انت هتطلع الخطوط الطولي والعرض ازاي؟ ما انا عايز افهم ست كاميرات. لا، انت إيه؟ محتاج في الحقيقه محتاج كاميرات اكتر من ست. لكن هم قالوا لك حتى في المؤتمرات اللي بيعملوها الخاصه بالتعريف بالفار، مثلا كان في مؤتمر للاعلاميين من كام يوم، فقال لك لا، الحد الادنى لتطبيق التقنيه هو ست كاميرات، ومفيش مشكله ان التقنيه تطبق من خلال ست كاميرات. لكن لو في اكتر من كده هيبقى ده على حسب كل ملعب. لما يبقى في كاميرات اكتر من كده هتجيب زوايا مختلفه وهتساعد بشكل اكبر. لا، كاميرات ونوع الكاميرات وعدد قليل جدا. انا شايف انه عدد قليل جدا، ست كاميرات على 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 ان انت تعمل ايه؟ ده انت اساسا لو غطيت الملعب ورا ورا الجون ادي كاميرتين وكاميرتين في نص الملعب هنا والناحيه، مش تقدر تغطي الملعب كله. ما تقدرش. انا شايف انه في مجازفه ان احنا مستعجلين. طب علشان مستعجل سببه ايه؟ عشان احنا قلنا، عشان اعلنا عن تطبيق، عشان قلنا ان احنا هنطبقها. لا بالعكس. وبعدين يا جماعه ما نحط الامور قدامنا نظريا، وانا مش مع الناس دي، الكره مالهاش كبير. بس نظريا الاهلي خد الدوري. ليه بقى انت بتجازف وليه؟ يا عم اعمل الدوري طبقه، ما يكونش رسمي لحد اخر اربع خمس جولات يكون فيهم حسم او فيهم مشاكل. لكن ما تجازفش وانت مش مطلوب منك المجازفه. انت كتر خيرك عملت التجربه وجبتها وظبطت كل حاجه. سلمها اللي جاي بعدك. لانه اللي جاي بعدك هيعمل مشكله على العقد اللي انت عملته. بالظبط. فبس خليك فاكر الكلام ده عشان هنرجع له تاني بعدين. يعني ده قدام شويه اكيد. بس بما ان مثلا انت بتقول ان الاهلي نظريا حسم بطوله الدوري، لكن في منافسه ايضا في قاع الجدول، فممكن يكونوا عايزين يطبقوا التقنيه عشان كده. ما انا بقول لك انه ياجلوها لحد اخر اربع خمس جولات في الدوري لو هيبقى في صراع لسه لحد الفتره. بعد هيقول لك عدم تكافؤ الفرص والكلام ده. وايه تكافؤ الفرص اللي بيقول ان انا ما طبقتش الفار في الدور الاول اطبقها في الدور الثاني؟ افرض فرقه مثلا زي
اي فرقه مثلا كان ليها ضربه جزاء الدور الاول ما اتحسبتش وجت اتحسبت عليها الدور الثاني بالفار، فين نوع فين تكافؤ الفرص اللي بيقولوا الفار؟ انا شايف انه اصلا مبدا من مبادئ اخلال تكافؤ الفرص هو تطبيق الفار، لان انا ما طبقتش الدور الاول. ما ينفعش ان انا الاهلي يلعب الدور الاول مثلا مع انبي قالوا من غير جمهور، الدور الثاني جا اقول بجمهور، ما هو ده نوع من انواع عدم تكافؤ الفرص يعني. فلا بالعكس انا معاك في اللي انت بتقوله، انه ولكن ما فيش مبدا تكافؤ فرص خالص يعني، الموضوع بعيد تماما عن الموضوع ده. طيب هنشوف ايه اللي هيحصل بخصوص تقنيه الفار، واتكلمنا كمان بخصوص تاجيل مباراه القمه. احمد عبد الباسط بيقول من خلال معلوماته ان يعني اتحاد الكره واخد قرار المباراه تتاجل، صح؟ ده حقيقي. ده حقيقي، وهم واخدين قرار مش عايزين مش قادرين ان هم هيصرحوا بيه ازاي هو، لكن اذا طلب الاهلي، وخليني اقول لك برده انا اتكلمت مع الاهلي مش هيطلع، انا اتكلمت مع مصدر مسؤول في النادي الاهلي قال لي ان الموضوع في ايد فايلر يعني، ففايلر ممكن هو الراجل صاحب القرار الاول والاخير يعني، انه فنيا بالنسبه للعيبه وبدنيا ممكن يقول ان انا اجل المباراه او ما اجلهاش، الكلام اداريا غير فنيا، انت عارف يا امير انه حاله اللعيبه، فاعتقد انه لسه خلينا لبعد السوبر هيبقى في كلام كتير جدا هتشوفه يعني. اكيد اكيد باذن الله. دي لقطات ايه يا جماعه؟ دي لقطات الاهلي بنعدها تاني، وصول الفريق لمقر الاقامه من دقائق. طيب بالعوده لمباراه السوبر يا احمد، وتم الاعلان عن ان في كره رسميه لهذه المباراه بخصوص تعاقد اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه مع احدى الشركات العالميه اللي يعني هتوزع الكور على الفرقتين واللي هتكون متواجده في مباراه السوبر. معلوماتك بخصوص موضوع الكره، وهل الكره دي فعلا هي اللي هتكون الكره الرسميه لما تبقى من بطوله الدوري بدايه من الدور الثاني؟ هو ده الطبيعي ان احنا نعمل مش لما تبقى من الدور الثاني، هي اتبعتت من الشركه الراعيه للملابس لاتحاد الكره يعني، هي اللي بعت. تمام. طبيعي هو كان متفق عليها من بدايه الموسم لكن هي ما جاتش، هم قالوا عايزعوا بيها الدوري ويبعتوا للانديه كلها. لكن ان هي نكمل بيها الدوري، عايز اقول لك على حاجه، انه بعض الانديه كنت بتكلم معاهم من فتره تم العرض عليهم الكره دي يلعبوا بيها وكده، فهم قالوا لا بلاش والكلام ده. فهم ليه؟ قالوا مش حابين النوع ده بالذات يعني من الكره دي، بدون دعايه يعني او اسم الشركه. لكن اتحاد الكره عنده النيه ان هو يلعب بيها الدوري الدور الثاني، وانا شايف انه في كل العالم كل الحاجات دي موحده، احنا متاخرين جدا بالزبط. احنا لسه عندنا هنا بنشوف لعيبه، وكان في وعد ان احنا نبتدي اصلا الموسم بكره خاصه بالدوري يعني. بالظبط، وده الطبيعي. وعايز اقول لك على حاجه يا امير، كل الحاجات دي نوع من انواع تكافؤ الفرص. بالظبط طبعا، كل طبعا. الحاجات دي بص، اي حاجه مهما كانت صغيره نوع يعني، انا لما العبك الدور الاول على ارضك واجي الدور الثاني على ارضي، مش هلعبك هنا ارض محايده وهنا ارض، الحاجات دي احنا مبدا تكافؤ الفرص لا يطبق على الاطلاق في الدوري المصري، على الاطلاق خالص. لا يطبق في الدوري المصري لا يطبق على الاطلاق. تلاقي بص الحكم بتلاقي حكم خمس ست ماتشات لفرقه واحده، وحكم تاني ما اعرفش ايه، وهكذا. والقرارات بتؤخذ بشكل العند، وان انا اقدر امشي كلامي، وان انا خالص يعني. عشان كده بقول لك المنتج بتاعنا بيتراجع جدا، محتاجين ان احنا نسبق شويه، محتاجين. طيب الكره دي هيستمر العمل بيها؟ هيستمر، هم عندهم ان هو يستمر العمل بيها. الكور يعني يستمر حسب طبعا حفاوه الاستقبال باينه جدا طبعاً. يعني من جماهير النادي الاهلي ومن الشعب الاماراتي بالكامل، ويعني امر مفروغ منه معتادين عليه دايما من خلال تواجد اي بعثه مصريه في الامارات بشكل عام. الكوره برضو حاجه بتبروز شكلنا بره، الناس بتقابلنا كويس جدا طبعاً. الشعب الاماراتي احنا في بلدنا طبعا. بالظبط، شايف انه الحاجات دي كلها هي اهم حاجه يعني بنكسبها من الكوره. ولكن انا صعبان عليا المنظر ده اشوفه بره، بس عايزين نشوفه هنا يعني. نتمنى باذن الله تعالى، ده امر هيكون مهم جدا وكله هيكون في صالح الكره المصريه. استقبال البعثه بعثه النادي الاهلي ده عند اعتقد مقر اقامه الفريق دلوقتي، يعني جمهور الاهلي موجود في كل مكان، وان شاء الله باذن الله يفرح بعد انتهاء المباراه يوم الخميس القادم. اتكلمنا عن بعض الملفات المحليه، واتكلمنا عن كمان النادي الاهلي واستعداداته لمباراه السوبر. انا عايز اتكلم معاك شويه عن منتخب مصر والكواليس والجديد بخصوص المنتخب الاول المصري. الجهاز الفني كله هيكون موجود في مباراه السوبر ولا لا؟ مش هيروح. مش هيروح خالص؟ لا، كابتن حسام اعتذر مش هيروح. ليه مش انت بتضحك ليه؟ اعتذر ليه؟ قول في سبب معين؟ يعني هو سبب حاله هو مش عايز يعمل عبء او ضغط على اللعيبه. انت متاكد من السبب ده؟ طبعا. والله حاسس ان انت مش متاكد. عندك سبب تاني مش عايز؟ انا متاكد انه مش هيروح خلاص. اوكي، هو ماشي مش هيروح، السبب ايه؟ هو عشان مش عايز يعمل ضغط على اللعيبه واهلي وزمالك، وانا مدير فني منتخب وانت فاهم الكابتن حسام شويه طب ما هو بيحضر ماتشات الاهلي والزمالك هنا. بيحضر ما يعني ماتشات الاهلي في الدوري. هو هيحضر سان داونز والترجي على فكره يعني بالمناسبه. فهو مش هيحضر، وخلينا نتكلم في اللعيبه يعني شويه.
انه الناس بتزعل لما حد بيتكلم، وانا بصراحه مش ضد منتخب مصر خالص يعني. انا بالعكس، ما فيش حد ضد منتخب مصر. يعني احنا بالعكس لما بنيجي بننور حاجه معينه عشان مثلا نساعدك في حاجه، ولكن لا، هو خلينا انه الكابتن حسام طبقا لكلامه يعني، هو كلامه معايا انا شخصيا، انه مش هيروح عشان خاطر هو مش عايز يعمل عبء او ضغط على لعيبه الاهلي او الزمالك. بس معلش، الاجابه دي غير منطقيه اطلاقا يعني. هو انا برضو قلت كده، قال لا انا خليني بعيد، والماتش وشحن واجواء والدنيا. ف حاجه غريبه بصراحه. طب بقيت اعضاء الجهاز الفني، في كابتن طارق مصطفى رايح، هو على مش رايح شغل، هو رايح عشان يعني الماتش اللي قبل المباراه ده ما بين الاهلي والزمالك، وضم الاهلي والزمالك ولا هو غالبا مش هيلعب فيها، هو كابتن سيد معوض اللي هيلعب فيها. فكابتن سيد معوض رايح يلعب، تمام. كابتن طارق مصطفى رايح يتفسح، تمام. والكابتن حسام هنا بقى في مصر في ماتش المقصر بيتفرج عليه من شويه. خليني برضو انه نتكلم، هو كده مش عامل عبء على لعيبه نادي المقصر مثلا؟ المقصر بتلعب مين؟ مصر غالبا والجيش او مين مش فاكر. لا ما فيش عبء ولا حاجه، ما مش هياخد منهم حد. ف المقصر والجيش. اللي اصل معلش يعني اجابه مش منطقيه يعني. يعني السبب الحقيقي ايه؟ طيب قول لنا يعني. والله انا ما عنديش سبب حقيقي يعني. ما هو ما قالكش سبب حقيقي يعني. هو ده اللي اتقال لي. هو اختفى بالسبب ده. هو ده اتقال لي، وعملتها كمان في شغلي في جورنال يعني، كتبت انه اعتذر. حاجه غريبه بصراحه. الاهم انه بيفكر ازاي في اللعيبه، الكابتن حسين بدري اللي جاي. ازاي؟ هيبقى معاه الست لعيبه بتوع بيراميدز هيرجعوا تاني اللي كان استبعدهم اخر مره. تمام. بحيث ان القايمه تكتمل شويه. عندهم تفكيرين على بعض الاسماء. اهمهم وليد سليمان، انه وليد سليمان يبقى موجود الفتره اللي جايه. فعلا. ولكن الخلاف على حاجه واحده، على سن وليد سليمان. فرؤيه الغالبيه داخل الكابتن حسام قال لهم انا بحب وليد كشخص وكلاعب. وكان بيعتمد عليه دايما لما كان ماسك النادي الاهلي. ده حقيقي، ولكن انه الجهاز قال طب ما نجيبه ناخد منه الثلث ساعه اللي بيديها لنا حسام وليد سليمان. بجانب ان هو الجرعه النفسيه اللي هيزرعها في اللعيبه والناس اللي هتتعلم منه والروح. فهو بيفكر في دوت ان هو يبقى موجود المعسكر اللي جاي. ده هيتوقف على انه اللعيبه اللي هتبقى في المكان دوت اياميها حالتهم عامله ازاي؟ تمام. هل هيحتاج منهم ولا لا؟ لان هو عينه على واحد زي عبد الرحمن مجدي في المنتخب الاولمبي، عينه على رمضان طبعا. صبحي، عينه على مصطفى محمد، فهو محتاج الناس دي يدعم بيها المنتخب الاول. كمان هو بيفكر في موضوع وازمه بالنسبه له، عمرو ورده. هل ان انا اجيب عمرو ورده؟ على فكره عامل ماتشات جامده جدا في يونان في جدا الحقيقة. وهو الجهاز كلهم عايزين يجيبوه. ولكن قلقانين من رد فعل الشارع المصري، قلقانين من رد فعل المسؤولين. فهم توصلوا الى انه ان احنا الموضوع كله نعمله مع اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره، احنا يا جماعه هل نجيب ورده ما نجيبش ورده؟ عشان يبقى القرار من عندهم هم يعني. بس يبقى انا غسلت نفسي من القرار. سواء جه او ما جاش، او لكن فنيا هم محتاجينه يعني. فنيا هو من ضمن حساباتهم، من ضمن القائمه الاوليه اللي بتتحط. موجود في القائمه الاوليه. بالنسبه لحراسه المرمى، دخل من بعيد شويه المهدي سليمان، طلعه محمد بسام من الصوره. بناء على مبارياته في الدوري مش ما شافوهوش في المنتخب. عندك مركز المهاجم بالنسبه للكابتن حسام البدري، هو خلاص شايف انه هيبقى فيه مصطفى محمد بيسدوا الحته دي، محتاج هو رمضان صبحي جدا. تحديد بخصوص مركز المهاجم، الكلام برضو على احمد ياسر ريان. في كلام على احمد ياسر ريان انه هيبقى موجود ومحطوط في القائمه الاوليه. بالظبط، احمد ياسر موجود في القائمه الاوليه. هيشوف صلاح محسن دلوقتي برضو في سموحه، وحسب مستواه حسب مبارياته في الدوري. هم بيجتمعوا بيتقابلوا كتير جدا الفتره اللي فاتت دي علشان خاطر ان هو يقدروا يوصلوا لقائمه مناسبه، لانه احنا يعني بص الماتش بتاع شهر مارس مش هنقول الفرصه الاخيره للكابتن. مش الفرصه الاخيره للكابتن حسام بدري، على قد ما هو انا عايز اثبت اقول ان انا في حاجه بنقدمها للكره المصريه، في عناصر موجوده جديده، في لعيبه نقدر نتكلم عنها. وخصوصا انه اللجنه حذرت الكابتن حسام من اي نتيجه غير الفوز في الماتشين، فاعتقد ان الامور هتبقى صعبه وعبء. حذرته لانه مين هيقبل؟ ما هو محدش هيقبل. اذا كان احنا مش قابلين موضوع التعادل مع كينيا وجزر القمر يعني، الموضوع صعب في الحقيقه. مين هيقبل؟ انت حتى الماتشات الوديه ما بتكسبهاش، فاعتقد انه محدش هيقبل ان انت نبقى نتحط في مجازفه طويله الابد يعني. طيب موضوع محمد صلاح والمنتخب الاولمبي، الامور هتمشي ازاي؟ وهل ممكن محمد صلاح يكون موجود ولا الامور فيها صعوبه يعني؟ بص، هو صلاح عنده هيبقى الدوري الجديد هيبدا 8/8 عنده. بيلعبوا هنا في اتحاد الكره على انه الاولمبيات احنا طموحنا محدود شويه، فاحنا مش هنوصل، فيجي يشارك معانا اول ثلاث ماتشات بالفكر دوت يعني. احنا بتدار الامور للاسف. ولكن محمد صلاح موافق وعايز يلعب في الاولمبياد. عايز. وهو طبعا ابلغ استاذ عمرو الجناني لما كان معاه، وابلغ الكابتن شوقي غريب ان هو هيبقى موجود. والثلاث لعيبه اللي الناس كلها بتسال عنهم هو الكابتن شوقي غريب استقر عنهم. وبعدين الموضوع مش محتاج كيمياء، انا هقول لك الجهاز الفني المنتخب الاولمبي بيفكر ازاي لو معاك وقت. قول. انه
انا معايا ثلاث حراس مرمى، محمد صبحي تمام، عمر رضوان، عمر صلاح، الثلاثه ما بيلعبوش فعلا، فخلاص انت كده حارس مرمى، فانا خلاص معايا محمد الشناوي. الشناوي ماشي، ادي رقم واحد. نمره واحد. نمره اثنين، انا عندي ناس في قلب الدفاع، عندي بيكهام، عندي محمد عبد السلام، في عبد السلام، في الجزار، في شويه بيلعبوا، في شويه ما بيلعبوش، في اسامه جلال. اسامه جلال طبعا بس اسامه ما بيلعبش دايما باستمرار، وده برضه عامل قلق، دايما بديل في NBA. فهو شايف الحته دي ان انا اعطلها شويه وانزل حته نص الملعب، محتاج حد مع اكرم توفيق اللي يبقى في نص الملعب، بس مش بنفس ستايل اكرم توفيق. هو هيقعد اكرم توفيق لو خد طارق حامد، فهو بيفكر في طارق حامد في الحته دي تمام، بحيث ان هو يبقى عنده كريم نيدفيد رجع له، وعنده بعض اللعيبه اللي كانت مش موجوده، محمد محمود لو رجع، عنده بعض اللعيبه لو رجعت تسد له المكان ده مع لعيب زي طارق حامد تمام، مع محمد صلاح. طب في ناس ممكن تقول لك طب فين تريزيجيه؟ انت عندك رمضان. حد هيقول عند رمضان في حاله لا قدر الله انه رمضان مش جاهز او اعتذار محمد صلاح، هيبقى تريزيجيه، هيبقى تريزيجيه. اصابه اي حد في اي مكان في الملعب، والكابتن حسام البدري شوقي غريب محتاج اي لعيب، هيكون لو وجود صلاح والشناوي وطارق، هيكون التضحيه بطارق حامد في الحاله دي. يعني رقم واحد اللي هيضحي بيه انه لو محتاج تريزيجيه او محتاج احمد حجازي هيبقى طارق. لكن مفيش خلاف على الشناوي ومحمد صلاح، خلاص مفيش خلاف عليهم ولا على طارق حامد، ولكن اذا في تضحيه زي ما بقول لك احتاج حسب الكابتن شوقي غريب محتاج ايه. ابو حميد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك، والحلقه كانت هاديه وحلوه كده النهارده. لان في معلومه انت برضو ما اتكلمناش فيها بشكل مستفيض بخصوص كابتن حسام البدري، ان هو ما راحش، مش هيروح الماتش، الموضوع غريب بالنسبه لي شويه، لكن المهم المهم انت انا عارف ماشي. كان ضيفنا العزيز النهارده احمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا معاه في بعض الملفات سواء محليا او كمان فيما يتعلق بمباراه الاهلي والزمالك في مباراه السوبر، وكمان فيما يتعلق بالمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده ومتابعه مستمره لكواليس النادي الاهلي في الامارات وما قبل مباراه السوبر، ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. استنونا حلقه جديده من كلام في الميديا بكره ان شاء الله، الى اللقاء.